السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، عندنا احنا في المود اللي كاين في مليليا، صراحة كبير كبير بزاف، وفيه ما يدار، فيه بزاف ما يدار. كنصح الناس اللي غادي يجيو، يعني دابا انا راه حصلت، راه خصني نمشي نصرف باسكو لقيت شي حوايج و فريمون خصني نصرف. دونك غادي نمشي للفرونتيرا حدود، نحاول بان نلقى شي مخيل اللي هو مزيان، مي سينو راه داخل كاينين بزاف ديال الفوارق في اثمنة بارابور اللي عندنا. صراحة باقي ما تساليتش مزيان، ولكن كاينة راه ديفا ابار هاد الوقيتة. راس العام، جوبونس كو راس العام راه وقيتة مزيانة باش بنادم يجي زعما يجمع كلشي. هو الدخول من مليليا اليوم كان اسهل من الدخول السلطة، كان اسهل، ولكن الخروج كيبان لي ان الفيله بزاف، الفيله كبيره بزاف. الجو رطب بزاف. في الاول كان عندي صعوبات باش نتنفس الصراحه، مع العلم كو يعني انا ساكن اصلا في مدينه اللي هي مصنفه بين اكثر المدن اللي هما رطوبه في المغرب، ولكن هنا في الناظور ومليليا قضت عليا صراحه، قضت عليا الرطوبه. اذا غادي نمشيو نتصرفوا وابخي نرجعوا نشوفوا كومون سا باس. دونك حنا لي فرونتير دابا، باب ديال الديوانه ديال اسبانيا. يلا مشينا تصرفنا، سيبوا لي 8% 8% ديال الربح، يعني 500 درهم اونفان 50 اورو كتعطيك 540 درهم، يعني 40 درهم اللي كتضيعها في كل. المهم ماشي شي حاجه كثيره، فين كيبان هادشي كيبان لي كتكون ثمن كبير، اللي كيكون ثمن كبير. ولكن هنا فوالا يانوصيكم بنادم يصرف، اذا كان باش ما نمشيولوش هاد شويش الفلوس، يعني يكون عنده اصل ديال الصرف، اصل ديال الصرف. فوالا غنرجعو عاوتاني للسنترو لو مول، غادي نرجعو لو مول عاوتاني نشوفو واش غادي نديرو دو بون زافير. دونك هادي هي لاكو، دونك باش الناس غادي يخرجوا، هادي لاك، وغير هادي ساعة المكانة كانت لاكو واصلة بعيد، دابا شي شوية راه خففت، ويسبيغون منين نبغي نخرج تكون خففت كسر. فوالا يعني درنا شوية في المدينة، بانت لي مليليا كبر من السبتة، كبر من السبتة شي شوية. مشينا للقصبة، مشينا للبلايا، ها المول اللي مجموعين فيه تقريبا كاع لي سونتر كوميرسيو، دونك با بوزوان باش نمشي لشي بلاصة أخرى. وبان ليك لي بري فيهم يعني لي سون أبوردابل، فيهم ما يدار. و في الفترة ديال الربا خاص كيكون هادشي حسن، يعني بنادم غير حل عينيك وشوف شنو بغيتي تاخد. فوالا دونك غادي نديرو واحد الجولة في الداخل الى ما منعناش من التصوير، باش يكونوا كاع الناس قرابين من الصورة. ابخي راه غادي نخرجو عاوتاني من الماجينة، بلي نصار نستقرو عاوتاني في الناظور. انا صراحة كنت قلبت باش نبات هنايا في مليليا كيما كنت قلبت في سوسة، ولكن لي زوطير غاليين، يعني بوكينغ وفي اير بي ان بي لا
داكشي غاد. اللهم بنادم يباس في المدن اللي هما يعني ملاصقين مع هاد المدن المحتله بحال في فتا الفنيدق ولا الرينكون ولا مارتيل وفي مليليا يعني الناظور. الناظور ركرا ابو غضب رخيص. يلا نلتقي بعد حين. الوغ الديكاتلون ها واحد لانونس عندك ساك ب 5.96 واش هاد الاثمنه كاينين في ديكاتلون ديالنا؟ جو سي با نورمالمون سي انتيردي باش تصور لداخل. هاد ديسيماس دخلت لها ولقيت دي زاديداس و دي ريبوك حتى دي نايك باثمنه اللي هما قال من اللي سولد. يعني كاينين دي بوانتير وهذا اللي هما فيهم ميتر وي فوالا. أسوأ حاجة وأحسن حاجة في نفس الوقت سكو تكون جاي معواش كو غادي تقدا شي حاجة ومن بعد تصدق مقدي وما معك شي واحد اللي يهز معك. هاي راه هو نصيحة اللي جاي معواش يعني على الأقل يتيري داكشي اللي بغا يتقدا ولا يخسر داكشي اللي بغا يتقدا باسكو باغفوا كيبقى الصرف وكتقول بانه والو ما شتش عندي الصرف خاصني كلشي نحيد. فوالا دونك وقيلا نهاية ديال الجولة ديالنا. كاينين شي حوايج باغفوا كتلقى دو بيز اوكازيون هكا في لاوتليت يعني ليكيداسيون داكشي اللي تيكون عندنا يعني الداخل تازا وفوق مراكش ولكن شاجة قليلة مرة دونك غنمشيو لبلاصتي وهادشي والله يفرقنا بلاد نوب. منيليا مدينة زوينة كالمية لو ميم برانسيب منطقة حرة بحال سلتا. كل عام كنا قلنا سبتا يعني كتخرج للمغرب اكثر من 700 مليون ديال الاورو. هنايا كيقولوا لك 500 مليون ديال الاورو و الاكثريه هنا صغنيول. ما بان ليش المغاربه بزاف ماشي بنفس الكثافه بحال سبتا. ايوا كانت هذه اول زياره وما غاديش تكون
ما غاديش تكون ان شاء الله الاخرى. خدينا فكره ونتمنى ك حتى نتوما تكونوا خديتوها معايا. اذا الى اللقاء، يلا بالسلامة. احنا سالينا يلا سالينا، بعد غادي نخرجوا. المهم هنا فرونتيرا ماروكوس انا ما كاينش بحال الشكل ديال السبته، سيكو خاصك تمشي لواحد الباركينغ وتاخد تيكي عاد باش تمشي. دونك هنا ديريكتوم اوغوزمون القضيه شي شويه ما كايناش الخرجه ديريكتوم من المول، يعني خاصك تضرب واحد الدوره عاد باش ترجع لبلاصتك. مع العلم كانت حداها، مع العلم كانت حداها. نفس القضيه، غادخل يعني البوليس ديال اسبانيا، ومن بعد البرج ديال المغرب هو اللي كيكون جينيرالمون هو اللي كيكون فيه المشاكل. اما اسبانيا راه مادا بهم تخرج السلعه ديالهم، والحمد لله كانت الخرجه زوينه صراحه، استمتعت اكتشفت بزاف ديال الحوايج. ميديليا كتجمع ما بين ما هو مغربي وما هو اسباني. تا هما عندهم قصبه، تا هما عندهم بحر، يعني المهم صافا. دونك هنايا هنا كاينه الفيلا، نعاودو نقلبو الطريق. دونك عاوتاني تسدات مشكلة. يلا مرة أخرى إن شاء الله، وفيديو أخرى إن شاء الله، دائما مع سعد فوريو. ما تنساوش إلا عجبتكم الفيديو ضغطوا زر الاشتراك وزر الإعجاب باش تعاونونا، وإن شاء الله نزيدو القدام. يلا بسلامة.